بيضات، طماطميه كبيره مفرومه، هنحتاج كمان بصلايه حمراء مفرومه ناعم، معلقه كبيره من البقدونس المفروم، فلفل اخضر حامي متقطع صغير، معلقه كبيره جبنه كريمي، ونص كوبايه جبنه تشيدر، ومكعب زبده، رشه بابريكا، ملح وفلفل اسود. عارفين كده لما نفتح التلاجه وطماطميه على بصلايه على بيضايه على نطلع كده شويه الحاجات اللي بتبقى موجوده في التلاجه ونعمل بيهم طاسه حلوه، هي دي الطاسه. الفلفل الحامي نقدر نستبدله فلفل رومي لو احنا ما بنحبش الحاجه سبايسي، وتعالوا بينا على طول ناخد الزبده وناخد البصل ونروح على طاسه على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بما ان الطاسه سخنه فهنزل البصل على طول. ندي تشويحه للبصل. وعايزين كده البصل ايه يدبل شويه. مش هنحمر ولا حاجه، عايزينه مسكر كده ويفضل كده ايه في قرشه بتاعته ما يطراش خالص. بعد دقيقتين كده من التشويح بينا بقى نجيب الطماطم. الطماطم بتاعتنا متقطعه صغير جدا او مبشوره زي ما تحبي. اتفضلي يا ريهام. تمام، تعالوا بينا بقى بعد ما البصل زي ما انتم شايفين كده ابتدى يدبل هحط له الطماطم المفرومه والفلفل. زي ما قلت لك براحتك بقى، الفلفل بارد الفلفل حامي زي ما تحبي، وتعالي نتبل يلا بملح وفلفل. عندي كمان بابريكا احطها، دي رشه بسيطه كده بس، ونقلب. مش عايزين الطماطم بقى تبقى اللي هي متسبكة، عايزينها نص نص كده، اللي هي ما بين ان هي تكون فريش خالص وما بين ان هي بدأت تستوي معانا شوية. عندي بقى البيض، البقدونس، وهخلي الجبن شوية. اول ما ابتدي احس بقى خلاص ان الطماطم غليت كده والدنيا تمام، هبتدي ادي رشه من البقدونس واسيب رشه تانيه نخليها بعد التسويه، ونحط البيض نوزعه كده كده كده، واحاول اوزع فيه بسيط بحيث ان انا اسيبه كده له شكل. هدي النار بقى. تمام، حطينا البيض، نهدي النار علشان البيض ما يشطش معانا. وبمعلقه كده هبتدي اوزع الجبنه الكريمي اللي هتدي طعم حلو قوي قوي. زي ما قلت لكم كده حبات كده وبواقي البرطمانات بتاعتنا. رشه من الجبنه تتحط على الوش. وعايز اقول لكم بقى طاسه خطيره، طاسه بيض تحفه. هدينا النار احنا تماما، هجيب غطا علشان لازم نغطي علشان البيض يستوي والجبنه تسيح، وموطيين علشان ما يشطش البيض من تحت. خلاص خلصت الطاسه، تعالوا بينا بقى نشتغل في ايه، في السلطه بتاعتنا. عندنا سلطه بطاطس حلوة قوي، تعالوا نشوف المقادير بتاعتها. هنحتاج النهاردة لسلطة البطاطس والفلفل المشوي بطاطس مسلوقة ومتقطعة مكعبات كده، بس سلقها مش سلق كبير، يعني هتبقى 3/4 سوا عشان ما تبقاش مهرية معانا. فلفل رومي، عندي كده قرنين فلفل رومي قطعتهم ودخلتهم بعد ما اديت لهم رشة زيت ورشة ملح ودخلتهم الفرن اتشوا. هنحتاج كمان بصل احمر مفروم، شبت مفروم حوالي كده ايه عودين ثلاثه من الشبت المفروم، زعتر فريش، جبنه فيتا متقطعه مكعبات، وزبده
حوالي معلقه وملح وفلفل اسود. تمام. الدريسنج بتاع السلطه هيكون عباره عن معلقتين كبار من المايونيز ومعلقه كبيره من المستردة ومعلقه صغيره من العسل الابيض وملح وفلفل اسود. يلا بينا بقى نشوف هنعملها ازاي. بدايه كده هاخد الزبده واخد البطاطس اللي هي مسلوقه 3 ارباع سوا، وفي طاسه على النار ننزل كده بالزبده ومعاها معلقه زيت واحده عشان ما تتحرقش معانا، وننزل البطاطس المسلوقه ومتصفيه كويس قوي عشان ما يبقاش فيها ميه، ونحمر بقى البطاطس. عايزين البطاطس كده متشوحه في معلقه الزبده، بتبقى طعمها خطير. زي ما انتم شايفين الزبده مش مستويه سوى كامل، عشان كده محتفظه بشكلها ومش مهريه. ابص بص على البيض، بسم الله. خلاص اول ما تلاقي الجبنه ساحت فاعرفي ان البيض استوى. بصوا خلاص تحفه جدا جدا خطيره. طاسه بقى مميزه، توست بقى ولا العيش، وتغمسي كده البيض مع الخلطه اللي كانت تحتيه، الطماطم بالبصل بالبقدونس بالفلفل بشويه البهارات، تحفه جدا جدا ما شاء الله. بينا بقى ايه نرجع للبطاطس بتاعتنا بتاعت السلطه ونقلب. بصوا بدات تحمر، وهي بتحمر كده يلا نديها ايه ملح وفلفل، خاصة لو احنا مش حاطين لها ملح واحنا بنسلقها. ده ملوش علاقة بالدريسنج بتاع السلطة كلها، ده علشان اخلي البطاطس نفسها ليها طعم حلو. ونكمل تقليب. في الأثناء دي تعالوا بينا بقى نجمع السلطة بتاعتنا مع بعض كده. قلنا في المقادير عندنا بصلاية حمراء مفرومة، والبصل الأحمر في السلطة بيبقى حلو قوي، أو البصل السكري بيبقى لطيف قوي. البصل الايطالي بيبقى فيه بصل سكري كده ابيض خالص، ده بيبقى حلو قوي، ريحته ما بتبقاش نفاذه وطعمه بيبقى مسكر جدا. حطينا البصلايه، هحط كمان الفلفل الالوان. زي ما قلت لك الفلفل الالوان هنجيبه اللي هو الاحمر، هنقطعه مكعبات، هحطه في صينيه مدهونه بالزيت، وارش على وش الفلفل شويه زيت ورشه ملح، وادخله الفرن علشان يتشوي ويبقى بالشكل ده. بينا كمان نحط الشبت، رشه من الزعتر، فرش بقى او باودر مفيش مشكله. وكده بقت جاهزه معانا ان انا اطلع البطاطس اللي هتتحمر في الزبده واقلبهم بقى مع بعض كويس قوي. شوف شكلها خطير. زي ما قلت لك حافظي انك انت ما تسلقيهاش سوى كامل عشان ما تتهريش معاكي. عايزه كده اجيب طبق ابتدي احط فيه بقى العسل والمايونيز والمستردة علشان نقلبهم مع بعض، وده هيكون الدريسنج اللي هنحطه فوق السلطة بتاعت البطاطس والفلفل المشوي. ممكن كمان هنا نحط معلقة من الهوت صوص، هتدي طعم حلو قوي. نخلط بقى كله مع بعضه. ده كده زي الهوني ماسترد، الصوصات اللي بتبقى موجودة في محلات البيتزا والحاجات دي، بيبقى لطيف جدا. تمام خلاص الصوص جاهز معانا، ندي بس رشة ملح وفلفل. هايل كده الصوص جاهز. تعالوا بينا نرجع للبطاطس اللي بتتحمر. ما شاء الله كانت مسلوقة خالص بقت متحمرة اهي، وشكلها حلو جدا. يلا بينا بقى
نرفعها من على النار كده، تحميرة حلوة جدا جدا. هشيلها، انزلها على الفلفل المشوي مع البصل مع الشبت، ونقلب تقليبة. عيش بقى وسندوتشات وايه، هتبقى خطيرة. يلا بينا، احنا كده جاهزين ان احنا نقدمها. نقدمها في ايه بقى؟ نقدمها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بصوا الالوان بقى وتخيلوا الطعم. حالا يلا بينا. عندي بقى جبنة، ممكن تكون جبنة فيتا، جبنة ملح خفيف، اي نوع جبنة احنا بنحبه نقدر نحطه. زي ما قلتلك بقى، حضري بقى العيش وسندوتشات هتبقى رهيبة. الصوص بقى اللي احنا عملناه الخطير ده، يلا بينا. خلصنا طبقنا، عملنا طاسة البيض بالجبنة الكريمي، وعملنا سلطة البطاطس بالفلفل، طاسة البيض المسلوق بالجبنة القريش. من الطاسات او الوصفات اللي احنا متعودين عليها من زمان، بس خطيرة ولذيذة وصحية جدا. تعالوا نشوف بقى، عندنا بيض مسلوق ايا كان عدده ايه، هنحتاج له قطعة جبنة قريش، ربع كوباية من الفلفل أحمر وأخضر، طبعا نقدر نستخدم حامي أو بارد على حسب الرغبة، معلقة كبيرة من السمنة أو الزبدة، وملح وفلفل أسود. دي بس كده المقادير، مقادير بسيطة خالص. تمام، وصفة كده من وصفات التراث القديمة، الفطار بتاع زمان كده. تعالوا بينا بقى ناخد السمنة، ناخد البيض، وفي طاسة على النار هبتدي أنزل السمنة. كانوا زمان بقى بيتوصوا بالسمنه بقى، تبقى تحسي ان السمنه كده يعني البيض غرقان فيها، وكان بيبقى طعمها حلو جدا. دلوقتي بقى ايه، حبه بحبه كده. وننزل يلا البيض، سلقينه ومخرطينه كده ايه ترنشات، ونديله بقى في التوقيت ده بالذات لازم نديله الملح، نحاول كده ما يطفش علينا. ونقلب، هيبتدي البيض كده بقى ياخد طعم حلو قوي قوي. معانا شويه فلفل زي ما قلت لكم، فلفل حامي او بارد، بس هنشكل بقى احمر واخضر عشان ناخد كده ايه الوان كده مختلفه. الجبنه القريش هبتدي افتفتها. ونقلب، يا خبر على الريحة فظيعة، البيض شايفين احمر ازاي، ريحة الفلفل الحامي كمان. بس كده، احنا مش عايزين اكتر من كده، رشة فلفل اسود وخلاص. يلا بينا، يلا تحفة، ولا أسرع ولا أسهل ولا أحلى من كده. واخدين بالكم البيض اتحمر؟ البيض المسلوق المتحمر ده بيبقى خطير، البيض المدحرج. تمام؟ بيبقى لذيذ قوي. حطينا له شوية من أو قطعة من الجبنة القريش، هتدي له طعم حلو جدا، مع معلقة سمنة بلدي كده وبألف هنا وشفا، وواحدة أفوكادو. نخليها كده، هسيبها زي ما هي.